الطقس العارض في السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم، حيث يسود طقس صافي مع 42 درجة مئوية، الملموسة 38، أما الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، سكاكا طقس صافي 40 إلى 26، نفس الحرارة في عرعر، أما تبوك طقس صافي 39 إلى 25. المنطقة الغربية، مدينة جدة 40 إلى 28، المدينة المنورة 43 إلى 30، مكة المكرمة 41 إلى 32، والطائف 33 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر 30 إلى 21، الباحة 31 إلى 24، وجازان 34 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 43 إلى 31، حفر الباطن 42 إلى 31، والإحساء 45 إلى 31. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، طقس صافي 42 إلى 29، بريدة 42 إلى 27، وحائل 39 إلى 27. إلى اللقاء.